أنا الحقيقة عايز أقول لكم، لما قررت أترشح للنقابة كان واجب عليا إن أنا فعلا أعمل ده قدام حضراتكم، ويشرفني إن أنا بعلم ده قدام حضراتكم في حضور إخواتي النجوم الفنانين الكبار في حضور حضراتكم. يسعدني ويشرفني إن أنا أقول إني ربنا يوفقني يا رب، وأقدر فعلا أكون بحجم وقدر كرسي نقيب الموسيقيين في مصر. أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن يوفقنا جميعا، أنا ومجلس الإدارة اللي إن شاء الله حضراتكم هتنتخبوه ويترشح يبقى معايا في المجلس، وأنا ربنا يوفقني برضه في الانتخابات ويقدرني إن أنا أحظى بهذا الشرف الكبير. وبقول ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا إن إحنا نعمل كل ما هو في صالح هذه النقابة العظيمة وفي صالح هذا البلد العظيم. استاذنا استاذ هاني شاكر ضرب مثل بسيط كده، بس هو يعني للي يلقطه ويفهمه، لكن هو معنى عميق جدا، لما ذكر ان الست ام كلثوم كانت في يوم من الايام نقيب موسيقيين مصريين، وده معناه انه نستوعب من ده انه مش بالضروره يعني ان اللي بيحس بالغلبان والبسيط لازم يكون. أنا بحب أقعد على القهوة جدا على فكرة، يعني أنا ممكن يعني تلاقيني كل يوم في قهوة مختلفة، بس مش ما بقاش مقياس لأن النقيب بتاعي يبقى محترف إنه يقعد على القهاوي مثلا ويبقى بيتواصل مع يعني للي عايز يعني صدقوني، علشان نجيب من مصارين الموضوع من أم الموضوع، إحنا مطلوب مننا إحنا بقى، إحنا دايما بنطلب من المسؤول، إحنا عايزين ومن حقنا نحلم على فكره، وحق مشروع. وانا بقول في وجود استاذ هاني، لو هو ان شاء الله وانا متاكد باذن الله وقفنا جنبه هيتصدر المشهد، بس لو جه في تقصير حصل لازم كلنا نكون في شفافيه ونقول له يا استاذ في حصل كذا، بس شرط يبقى في ادب في الحوار. النهارده الامر مش بالنسبه لنا اختلف لكل مصر وما تحلم به مصر. المقدمة يجب أن يتصدرها قامات وقيمة. هاني شاكر زي ما أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ اختصروا لنا مشوار الغنى، أيضا لما ابتدينا إحنا كجيل نغني في الدول العربية كانت سمعتنا سبقانا بهاني شاكر. هاني الخلوق المهذب الصادق الامين، دي صفات احنا كلنا على مستوى مصر في حاجه ليها. وزي ما قلت هنا النهارده انه فعلا كل موسيقي وفنان صغير في النقابه كرامته من كرامتي، هما لازم توصل لهم الرساله دي ويفهموا ده، ان انا فعلا جاي عشان الصغير مش عشان الكبير، انا جاي عشان فعلا اوصل صوته للمسؤولين في الدولة، ونحاول ان احنا نعمله اقصى ما في وسعنا عشان نرفع من مستواه.